تحقيق صحفي نشرته صحيفة أرتي غارتشيك التركية يؤكد تحول تركيا إلى قاعدة لتجنيد العناصر لصالح تنظيم داعش الإرهابي لا سيما الأفراد من الدول القوقازية بالتعاون مع أتراك التحقيق الذي أجرته الصحفية هالا جونولتاش أكد أن تركيا تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قاعدة لتجنيد العناصر لصالح تنظيم داعش خرسان الإرهابي مشيراً إلى أن التنظيم يعمل مع مسلحين أتراك على تجنيد أفراد من دول كازاخستان وقرقيزستان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبحسب التحقيق فان عمليات التجنيد تبدا بوصول الافراد الى تركيا جوا من الدول المذكوره ومن ثم الانتقال الى سوريا والقتال فيها وبعد العوده من سوريا يتم ارسال الراغبين منهم الى افغانستان كما يتم توفير الاسلحه للارهابيين الذين يستعدون لتنفيذ عمليات ارهابيه الصحفيه اشارت في تحقيقها الى انه مع وصول العناصر الراغبه بالقتال في افغانستان الى تركيا يتم استقبالهم من عناصر التنظيم المقيمين هناك وتوزيعهم على فنادق اسطنبول في احياء فاتح واكسراي وكوم كابي وذلك بعد تزويدهم بجوازات سفر مزوره مجهزه من قبل عناصر الإيغور في التنظيم لافتة إلى أن سوريا وولايتي غازي عنتاب وهاتاي جنوبي تركيا غرف عمليات إصدار جوازات السفر المزورة جونال تاش أشارت إلى أن التنظيم الإرهابي بعد خسارته لمواقعه في العراق وسوريا عبر الآلاف من أعضائه إلى تركيا عبر الحدود السورية، مؤكدة أن غالبية عناصر داعش حصلوا على الحماية الدولية من مديرية إدارة الهجرة ببطاقات هوية مزورة، بدعم من عناصر داعش الإرهابي الأتراك.